نبدأ جولتنا مع صحيفة القبس الكويتية التي عنونت تناول فاتورك فوق سطح العالم. إذا كانت النقود ليست مشكلة، فخوض هذه التجربة الأكثر من غريبة والأكثر من مدهشة تستحق أن تخاض. تناول الفاتور فوق قمة إيفرست الشهيرة، فقد بدأت العديد من الشركات السياحية تقديم هذه الخدمة مقابل مبالغ تتراوح بين 3000 و4000 جنيه استرليني للشخص الواحد. أما صحيفة النهار اللبنانية فقد عنونت برازيلي يعمل على إنجاز أكبر جدارية في العالم. ينكب الفنان البرازيلي إدواردو كوبرا على إنجاز أكبر جدارية في العالم بمساحة تقارب 6000 متر مربع، ويمكن رؤية العمل الضخم للفنان على واجهة مصنع للشوكولا قرب طريق سريع في ساو باولو. وإلى صحيفة الاتحاد الإماراتي التي عنونت إزالة الأطراف الزائدة عن طفل ولد بثمانية أطراف. خضع مؤخرا طفل عراقي ولد بثمانية أطراف منها ساقان تتدليان من بطنه لعمليات جراحية في الهند تكللت بالنجاح وبتر الأطراف الزائدة. والسبب في هذا التشوه أن جنينين كانا في رحم الأم فاندمجا ببعضهما من دون أن يزول أحدهما تماماً.